جمع التحرير بالنسبه لناس كتير، سواء ده اما انها دخلته او شافته في فيلم عادل امام. بالظبط. شافته عندكم انتوا ازاي بقى؟ بالظبط. احنا قررنا ان احنا نغطيها من كذا جانب. اولا عملنا ملف كامل، عملنا يجي 5 6 صفحات عن المجمع. بدانا ان احنا بنتكلم عن المعماري اللي بنى المجمع، لان هو طراز معماري معين. وبعدين بعد كده عملنا حاجه هي سمة الشغل بتاعنا، ان احنا جورنال بيوفر معلومات للقارئ. بمعلومات انا قصدي انه الانفوجراف اللي عملناه او الرسم البياني ده يمكن اول مرة حد ياخد كل الادارات المختلفة في كل الادوار ويشرح بالظبط الادارات دي بتعمل ايه ومكانها فين. ففوجئنا بعد 2 3 شهور انه في حد من زمايلنا راح زار المجمع وكان بيسال سؤال كده معين، ان فين اداره كذا كذا كذا، فلقى ان ما طلع له جورنال. لا هو ما طلعش جورنال، هو حصل حاجه اعظم من كده بكتير. الشخص بتاع الاستعلامات قام قال له طب بص على اليافطه اللي هنا، واتضح ان الموظفين اللي هناك، لان هو ما فيش دليل للمجمع، فهم خدوا الانفوجراف او الرسم البياني اللي احنا عملناه وصوروه وكبروه وعملوه بوستر كبير جدا وبروزوه وحطوه، بقى هو الدليل الاساسي للمبنى دلوقتي. لكن ما رجعلكوش قبل ما يستخدموه؟ يعني في اللحظه دي ما رجعلناش، بس بعد كده احنا اتكلمنا مع المسؤولين هناك واتكلمنا عن ازاي نقدر نطور العمل ده، وجايز نعمل بوستر تاني اكبر او بوسترات تبقى موجوده في الادوار الثانيه. يعني عايزين يعني ناخد المبادره اللي هم عملوها دي ونحاول نتعاون بحيث نكبرها ونوفر معلومات اكتر للناس.